بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة ومسجلة من في الميدان من قناة التحرير. النهاردة عندنا حلقة الحقيقة يعني بيغلب عليها الطابع الإنساني وأيضا المستقبلي. معانا النهاردة الفقرة الأولى الورد اللي فتح في الجناين، الواحد بيفرح لما بيلاقي أفكار لشباب مصري واعد. كان قبل الثورة لما فكروا يعملوا مشروع كانوا يواجهوا يعني بعراقيل كثيرة، وكانوا يهربوا ويروحوا يبيعوا أفكارهم برا مصر بعد ما يصطدموا بالبيروقراطية المصرية في ذلك الوقت. النهاردة بعد الثورة الأوضاع إن شاء الله هتتغير. معانا النهاردة الفقرة الأولى شابين طالبين في الجامعة الأمريكية عملوا مشروع متميز، دراسة لإنقاذ الاقتصاد المصري، وحيقدموا هذه الدراسة إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء. والفقرة الثانية هتكون مع فضيلة الشيخ محمود المصري. تعالوا أولا أرحب بضيوفي في الفقرة الأولى، ومعايا الأستاذ الطالب أحمد إسماعيل خيرت. أحمد طالب في كلية الاقتصاد في الجامعة الأمريكية. أهلا. وطبعا نجد للدبلوماسي المحترم إسماعيل خيرت، أهلا بك أحمد. أهلا. وأحمد هلال طالب بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، أهلا بيكو. خلونا نشوف التقرير عن المشروع اللي أنتوا عاملينه ونرجع نكمل حوارنا مع الورد اللي فتح في الجناية. في ثورة مصر حلم الملايين بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ولكن كيف يحدث ذلك وملايين المصريين يعيشون دون طعام لأطفالهم، ولا دواء لمرضاهم، ولا مدارس لطلابهم، ولا منازل لأسرهم؟ والأسوأ من ذلك أن العديد منهم يعيشون دون أدنى أمل في مستقبل أفضل. من أجل مستقبل أفضل أطلق عدد من طلاب الاقتصاد وإدارة الأعمال مبادرة الناس لمصر لإسقاط ومبادلة الدين المصري للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لخطة مقترحة تنتهي بتحفيز الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل وزيادة مستويات المعيشة وتعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي. ولكن هل حقا تستطيع تلك المبادرة القضاء على ديون مصر؟ ولماذا لا تدرسها الحكومة وتتبناها؟ ومن المسؤول عن البحث عن أفكار شباب مصر؟ ورجعنا تاني وأبدأ مع أحمد. احكي لي إيه فكرة المبادرة بتاعتكم يا أحمد؟ ملخصا هي مبادرة شعبية مصرية بتدعي إلى استخدام الدين المصري الخارجي وبالذات للولايات المتحدة من خلال الخطة الاقتصادية اللي أنا وأحمد كتبناها كمصدر تنمية اقتصادية. وإحنا في الخطة بنقيس التنمية الاقتصادية على 4 عناصر، وهم ازدياد الانتاجية المصرية وازدياد فرص العمل وفرص الاستثمار وخلق طبقة وسطى محترمة. طيب اشتغلتوا ازاي على الخطة دي؟ يعني بدأتوا تشتغلوا عليها ازاي؟ هي الفكرة نفسها جات لنا بعد الثورة. مشروع نقدر نقول عليه وريد الثورة. احنا السنة اللي فاتت كنا بندرس في امريكا، احمد اقتصاد وانا ادارة اعمال. ابتدينا بعد الثورة على طول نفكر في الامكانية ان احنا نقدر نساعد في الحاجة اللي احنا متخصصين فيها اللي هي الاقتصاد. ابتدينا نفكر في ايه المشاكل اللي بتواجه الاقتصاد المصري وبتعوقه في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. ابتدينا نركز اكتر على ملف الدين الخارجي بتاع مصر. ابتدينا نفكر في افكار مختلفة، نبص على النماذج اللي اتطبقت بره في بلاد زي الصين، في اسيا عامة، ايه اللي نجح منها وايه اللي فشل، ايه اللي يناسب الاقتصاد المصري وايه اللي لا. ابتدينا نتكلم مع سدتنا هناك في امريكا، ولما رجعنا كملنا الحوار مع سدتنا في مصر. وابتدت الخطه الاول بمجرد صفحه واحده، النهارده الحمد لله كتاب يعني حوالي 150 صفحه. طب اديني كده ملامح الحلول، يعني انتوا النهارده ايه الحلول اللي انتوا طرحينها يعني انقاذ الاقتصاد المصري؟ جميل. الحقيقه الخطه بتاعت الناس لمصر بتنقسم الى 3 مراحل. بتركز بنسميها الناس لمصر، الناس لمصر من الاستدامه الى التنميه. بتركز على مبدا مساعده المشاريع الصغيره والمتوسطه في مصر، وازاي ان احنا ممكن نحفزها في مرحله زي دي، لان هي شئنا او ابانا هي تمثل العصب الاساسي للاقتصاد المصري في المرحله دي. فده الجزئيه الاولى بالنسبه للخطه. بعد كده بنركز على القطاع الخاص في مصر وامكانيه ان احنا نقدر نساعده ونقوم يكون قايم على اساس سليم من خلال برنامج جديد، فكر جديد بالنسبه لمبادله الديون. وبعد كده بنركز على القطاع العام وازاي ان احنا نقدر نزود قدرته التنافسيه محليا وعالميا.
وبيستخدم الدين كمصدر لتمويل الكلام ده كله. تمام. طيب جبتوا المعلومات منين؟ جبتوا الأرقام منين الخاصة بالديون والخاصة بالاقتصاد المصري؟ احنا في مؤسسة الناس المصري دلوقتي عندنا ناس شغالين في البحث وهم دورهم الأساسي ان هم كل يوم يبعتوا لنا أخبار ومعلومات وريسيرتش عن الاقتصاد العالمي وبالذات عن دين مصر. احنا من أول فبراير لغاية النهاردة كان واحد شغال معنا يوميا يبعت لنا ما يقل عن 20 أرتكل نقراها، ورس درجة ان احنا كنا ساعات بنكلمه حتى نقوله طب بص بالراحة بس عشان الانفورميشن والمعلومات الزايدة كانت كترت جدا. احنا لأول 6 شهور قبل ما يكون في خطة وقبل ما يكون في اي حاجة مكتوبة كنا اللي احنا نعمله ان احنا ندرس كل النموذج الاقتصادي الطبق ونشوف ايه اللي كان فشل وايه اللي نجح، ومن خلال كذا النموذج اللي درسناه طبقنا حاجة جديدة على اقتصاد مصر. اللي كان بيحصل زمان والمشكلة الاساسية انه كانوا بيجيبوا نموذج اقتصادي ناجح ويحطوه في دولة ما ينفعش ان هي تستقبل نموذج زي ده، يبقى عشان كده اهم نقطة في الناس المصر ان احنا فصلناها للاقتصاد المصري تماما. طب هل هذه المعلومات اللي انتوا جبتوها هل معلومات دقيقة؟ يعني تأكدتوا انها دقيقة؟ احنا اكتر معلومات من البنك المركزي ومن البنك الدولي وكذا مقالات تانية من مؤسسات اقتصادية دولية. وطبعا اول ما نلاقي اي ارقام او اي حاجه مهمه قبل ما نستخدمها بنحاول ندور على نفس الارقام دي في مناطق تانية عشان نتاكد انه كذا مركز اقتصادي يؤيد الارقام دي. ايه نوع التعاون كان بينكم وبين جامعه كاليفورنيا؟ احنا السنه اللي فاتت سافرنا من جامعه امريكيه هنا، كنا جزء من برنامج تبادل الطلاب في جامعه كاليفورنيا السنه اللي فاتت، فده كان بيتضمن ان احنا ندرس هناك سنه. دي كانت حاجه بالنسبه لنا كويسه قوي لان الجامعه دي بالذات يعني بتتميز قوي في موضوع الاقتصاد واداره الاعمال. يعني السنه دي 2 من اللي اخدوا جائزه نوبل للاقتصاد هم خريجي جامعه كاليفورنيا، ف يعني حق يقال اخذنا كميه خبره ومعرفه من اساتذه هناك، وطبعا كان فيهم مصريين وغير مصريين ما اتحتناش قبل كده. وابتدينا يعني كان دايما يتكلموا معانا على نماذج اللي هي طبقت في امريكا ونجحت، لكن على طول كان بيجي في دماغنا بالذات بعد الثوره ان ماشي ممكن يكون النموذج ده نجح في امريكا بس لا مش هينفع في مصر. فكنا نروح نكلم الاستاذ بتاعنا نقول له طب النموذج بتاعكم ده شغال هنا في مصر الوضع كذا 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 ويكون تاثيره كذا كذا، ايه البديل اللي ممكن نفكر فيه؟ فابتدينا نشتغل بالطريقه دي معاهم هناك واحده واحده واحده، فكره فوق فكره لحد ما وصلنا للخطه نفسها. طب لو انا النهارده بدات اسالك يا احمد اقول لك احنا عندنا النهارده مشاكل ايه بعد الثوره انت شايفها وعندكم من خلال الدراسه اللي عاملينها حلول ليها، قول لي كده اهم 3 توبكس في الموضوع يعني. لا طبعا انا شايف ان يعني في مشاكل كتيره جدا، وبالذات ان احنا فتره زي دي مهمه ان احنا كل مشكله الشعب او الدوله تشوفها تحاول تحلها عشان نبني البنيه الاساسيه للفتره اللي جايه. احنا اول ما كنا بنقعد مع اصحابنا ونعمل سيرفيس في الاول كان في ناس تقول لك التعليم او نظام الضرايب او الدعم او الصحه، بس احنا شفنا انه مشاكل دي كلها مبنيه على انه مفيش فلوس كفايه، وان مثلا واحد عايز فرص عمل مفيش مستثمرين عايزين يبنوا مصنع او شركه، مفيش تعليم عشان موازنه الدوله ما تسمحش ان هم يصرفوا زياده في التعليم او في الصحه. احنا شفنا انه مشاكل كتيره جدا احنا ممكن نقعد نعدها لغايه بكره اساسها الوحيد انه الاقتصاد بطيء، وان دلوقتي اول ما نبص على مصر وفي توعيه سياسيه وتغيير سياسي كبير جدا ما ينفعش ثوره تكون ناجحه من غير في نفس الوقت يكون في توعيه اقتصاديه ونظام اقتصادي جديد. طيب يعني مثلا ازمه البطاله اكيد من ضمن المشاكل اللي انتم تناولتوها، ايه الحلول المقترحه في تقديركم لحل ازمه البطاله؟ احنا طبعا معروف ان المعدلات ارتفعت اظن لحاجه 20% 21 22% بعد الثوره يعني. هو لغايه دلوقتي تقريبا كان 24% مرارة. هي النقطه ان احنا خطه الناس لمصر متقسمه الى 3 اجزاء زي ما احمد كان بيقول في الاول، في الجزء الاولاني للشركات المتوسطه والصغيره، والسبب اللي احنا خليناها الاول ان عايزين يكون في تاثير ملموس من الشعب المصري، يبقى اللي اترفض او اللي ماهيته قلت ممكن تزيد تاني من خلال النماذج الاقتصاديه احنا اخترناها. وفي تاني مرحله واللي هي اهم واكبر مرحله، المستثمرين اللي بييجوا يفتحوا مصانع بياخدوا عماله مصريه، يبقى انت دلوقتي خلقت شركات وفرص انتاجيه ما كانتش موجوده، يبقى مشكله البطاله انه ما فيش شركات كفايه تاخدهم، وان مفيش مستثمرين يا من جوه مصر ومن بره مصر عايزين يستثمروا، وبالذات في وقت زي ده يبقى هي قايمه على مشكله انه في طبعا احنا عارفين البطاله كبيره جدا، بس لازم في نفس الوقت يكون في
الشركات اللي جاهزه ان هي تستقبلها، ودي اكتر حاجه احنا ركزنا في خطتنا. طيب لو اتكلمنا على فكره النهارده ان الدين الخارجي بقى مرتفع جدا، بنتكلم النهارده على ان الاحتياطي النقدي اللي موجود في البنك المركزي انخفض بشكل ملحوظ، هل اوجدتوا او حطيتوا تصورات للحلول لهذه الازمات؟ الحقيقه برضو هي مشكله عندنا موضوع البنك المركزي ده بسبب العمله، ان في عملات صعبه كتير قوي خرجت، لان الثقه في الجنيه المصري قلت. ده بسبب حاجات كتير قوي من ضمنها التصنيف الائتماني بتاعنا. التصنيف الائتماني بمنتهى البساطه هو بيوري الناس، هو ما هو الا مؤشر بيوري الناس امكانيه البلد دي انها تسدد ديونها. مجرد ان التصنيف الائتماني بتاعنا نزل، هو نزل 3 درجات تحت المستوى الاستثماري دلوقتي، بيخلي الثقه عامه جوه وبره مصر في الجنيه المصري بتقل، فمحدش بيعايز جنيه مصري، كله عايز العملات الثانيه. ده بيتسبب ان قيمه الجنيه بتنخفض جدا، فبيحصل اللي حصل في البنك المركزي. اللي احنا محتاجينه في حاجه زي دي ان يكون في دخل من العمله الصعبه داخل البلد. فهنا ده دور الاستثمار الاجنبي، زي ما دكتور حازم البلاوي كان بيقول من حوالي اسبوع، هنا ده دور الاستثمار الاجنبي في مرحله زي دي. لكن المشكله ان الاستثمار الاجنبي عشان يجي ده بيتطلب تحفيز لهم. وده اللي بالظبط بنحاول نعمله في الخطه، لازم يكون في تحفيز للمستثمرين ان هم يستثمروا في البلد. في حاله زي دي دخل البلد من العملات الصعبه بيزيد، وبرده حطينا في اعتبارنا قناه السويس. يعني جزء من الخطه بيركز على ان الحركه بتاعت قناه السويس تزيد عشان تزود دخل البلد من العمله الصعبه. فده بالنسبه للموضوع اللي زي ده. تحفيز الاستثمار مرتبط احيانا بتشريعات جديده تكون جاذبه للمستثمر، خصوصا الفتره اللي فاتت صدرت احكام قضائيه مثلا باعاده بعض المشروعات اللي تم خصخصتها الى القطاع العام وخروج المستثمرين بعد ما بعضهم يمكن كان حط الاسهم بتاعته في اكتتاب عام، والبعض شبه ده بعمليه التاميم. هل ليكوا تصور في هذا الموضوع؟ رأي المبادرة بتاعتنا انه اهم نقطة في فترة زي دي ان احنا يكون في استثمار، عشان هو الاستثمار ده هي اهم نقطة اللي هي بتحل بقية المشاكل، هي العملة او البنك، مشاكل البنك المركزي او مشكلة البطالة. يبقى عشان كده احنا ركزنا مش ان احنا اللي بيحصل دلوقتي ان هم عايزين يأمموا شركات، لا، ركزنا زي نزود الاستثمار من جوه مصر ومن بره مصر، وفي نفس الوقت ان هو ده اللي هيجيب الخبرة في الانتاج وخبرة الادارة من بره وتجيبها مصر، وهتخلي شركات مصر ممكن تنافس شركات دولية، وده اللي هيزود الاصدار، وده اللي هيعمل فرص العمل، ويخلي اقتصاد مصر ممكن ان هو يوصل لدرجة زي الصين مثلا، هي تكون مصر اكتر دولة بتصدر منتجات معينة. هايل. طب الخطوه الجايه هتعملوا ايه بقى؟ ناويين على ايه؟ هتروحوا فين بقى؟ جميل. احنا زي ما قلنا لحضرتك الشق الاول من المبادره هو موضوع الخطه اللي اتكتبت فعلا ومتاحه يعني على الموقع بتاعنا. الشق الثاني بيتمثل في ان على الموقع الكتاب متاح ببلاش، وفي فيديوهات بتلخصه، وفي تلخيص مكتوب. واللي بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا بنحاول ننشر الموضوع، لان الناس لمصر ما هياش مجرد خطه او مبادره او مشروع، هي رساله. رساله بنحاول نوصلها جوه مصر وبره مصر. من خلال الرساله دي اللي الفريق بتاعنا شغال فيه دلوقتي، ان احنا بنحاول نلم اصوات داعمه لتنفيذ الخطه من جوه مصر ومن بره مصر، لان الموضوع زي ما حضرتك عارف لا يتوقف على اذا كانت مصر عايزه تنفذه ولا لا، ان هو شان دولي. فبالتالي الموضوع بيتطلب ان يكون في تأييد على مستوى الناس. فده الحاجه، الموضوع ده احنا شغالين في موضوع الاصوات على مدار سنتين لحد 2013 ان شاء الله. طيب هل هتروحوا لمجلس الوزراء؟ هل قدمتوا الفكره للمجلس العسكري؟ احنا لغايه دلوقتي ما قدمناهوش، وهو زي ما احمد كان بيقول فكره ان احنا نلم اصوات، احنا بنلم اصوات لسبب معين. بنلم اصوات من المصري عشان يبتدي يحس ان صوته بقى ليه قيمه، وان ليه دور اساسي في تنميه اقتصاده وتنميه بلده. وبنلم اصوات بره مصر عشان نبني صوره ان المصريين بنفسهم هم اللي عملوا الثوره، وفي نفس الوقت هم بنفسهم اللي بيبنوا بلدهم. عشان كده احنا في الفتره اللي جايه دي بنركز على لم الاصوات. وفي ناس كتير جدا بيشوفوا ان ده طبعا طريق الاصعب، وان احنا اسهل نحاول نجيب ميعاد مع المجلس العسكري ونقدم الخطه. بس احنا زي ما احمد كان بيقول، هي مش بس مبادره، بس هي رساله. لازم الشعب يفهم ويحس ان اهميه التوعيه الاقتصاديه، وفي نفس الوقت يبتدي يشوف من جواه هو ممكن يفيد مصر بايه. انتوا عايزين تأييد شعب يعني. الموضوع يعني بالنسبه لنا ان ملفات زي دي لازم تكون ناس بتسمع انا وعارفها، لان وحتى لو سواء مشروعنا اتنفذ او ما اتنفذش، عايزين نفتح الباب للناس. عاملين موقع طيب على النت؟ طبعا. مسمينه ايه؟ www.people4egypt.com. وده الموقع فيه بالعربي وبالانجليزي فيه الخطه، الكتاب نفسه وفيه ملخص بتاعه، وفيه فيديوهات شرح، وفيه اعلانات احنا كنا عملناهم.
يبقى بنحاول ان احنا نقدم كل حاجه احنا عملناها لغايه النهارده عشان او في حد جاي يصوت يكون معاه معلومات كامله. هل انضم لكم حد؟ هل حد دخل على الصفحه بتاعتكم وايدكم؟ قد ايه تقريبا؟ احنا دلوقتي الصفحه في الاسبوع التجريبي كان حوالي 500 لو الاسبوع اللي فات. وفريق العمل بتاعنا دلوقتي وصل حوالي 35 من مختلف الجامعات. واحلى حاجه في الموضوع ان الناس دخلت عشان هم فعلا عايزين يساعدوا البلد، يعني كل واحد دخل في اكتر حاجه كويس فيها. يعني المبادره ما وقفتش عند الخطه الاقتصاديه، لا، في ناس تعمل افلام، ناس بتكتب، في ناس شغاله على الويب سايت، شباب يعني زي الفل كلهم، في ناس في امريكا نفسها بيتكلموا امريكان ومصريين بيعملوا اغاني هناك عشان يسوقوا الفكره، بيتكلموا في محاضرات. فالموضوع زي ما حضرتك تقول لسه وليد، بس الحمد لله بيكبر بطريقه كويسه. لو انا سعيد كنتوا معانا النهارده، هو لسه مشروع وليد، واحنا بقى بنضم صوتنا لصوتهم. ارجو الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وارجو المجلس العسكري ان هو يقعد معاهم ويسمع افكارهم ويقيمها، اذا لقوا ان الافكار اللي مقدمينها والمشروع والدراسه اللي عاملينها مفيده وممكن تنهض بالبلد وبالاقتصاد، يا ريت كلنا نقف معاهم ونساعدهم. ودعوه ايضا للشباب كلهم، يا جماعه انتوا اظنكم سمعتوا يعني الويب سايت اسمه ايه، هم كمان حلو مره تانية، ارجوكم شاركوهم، لازم الجميع يبدا فورا من النهارده ان هو يشعر انه بيبني بقى طوبه فوق طوبه عشان نبني بلدنا فعلا بعد الثوره. يا ريت بقى كل واحد فيكم الكاميرا قدامه يخاطب الشباب مباشره. الكاميرا بتاعتك اهي، اتفضل، وبعدين احمد يتكلم الكاميرا بتاعته، اتفضل كلم خاطب الشباب. احنا بس عايزين نطلب منكم الصوت بتاعكم عشان حاجه بالنسبه لنا قيمه، وبغض النظر عن خطتنا عايزينكم تساهموا في بناء البلد. يعني الاحباط اللي عندنا موجود علينا والناس كلها، بس اذا ما كناش احنا نتحرك ونقيد بناء البلد محدش تاني هيعمل كده. قولوا الموقع برضه عشان نخطط. الموقع مظبوط، www.people4egypt.com. احمد كامل اتفضل اتكلم شويه. اللي انا عايز اركز عليه بالذات ان زي ما احمد كان في الاول، ان احنا ابتدينا بفكره مناقشه صغيره ومن كده بقت كتاب، ان كل بني ادم جوه تخصصه وهو يقدر يغني، بيعمل ماتشات كوره، اقتصاد، هندسه، كل واحد جوه نطاق عمله ممكن يعمل حاجه يفيد بيها بلده، هتفيد نفر، هتفيد 100، هتفيد 1000، او زودنا كل ده على بعضه هنعرف نبني بلدنا بنفسنا. انا بتمنى لكم التوفيق يا احمد واحمد، واتمنى ان شاء الله ان هذا المشروع أو هذه الأفكار تستطيع أن تستغلها الدولة وأن تساهم في إعادة الاقتصاد المصري إلى التراك صح، ونقدر نقول أن مصر فعلا بدأنا كلنا نبنيها بشبابها وبكل عقولها الناضجة المحبة للبلد بعد الثورة. بشكركم جدا، أتمنى لكم التوفيق. بعد الفاصل لقائنا مع الشيخ الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمود المصري، بعد الفاصل.